تم تفكيك جماعة أشرار تحترف سرقة المركبات تتكون من شخصين يبلغان من العمر 22 و46 سنة من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بن معوش التابعة لأمن ولاية بجاية، وهذا بعد ترسيم شكوى من طرف مواطن تعرضت مركبته للسرقة ليلا، أين باشرت عناصر الشرطة عملية البحث، وبعد إجراء عملية تمشيط لمختلف الأماكن المشبوهة تم العثور على المركبة المسروقة وتوقيف شخص كان مختبئ بالأحراش ينحدر من الجزائر العاصمة ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة، وبعد التحقيق تبين أن له شريك ينحدر من بن معوش الذي تم توقيفه بعد إعداد خطة محكمة. تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدهما أمر إيداع.